بكم من جديد قبل ما نواصل حوارنا. طيب، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام النهاردة ضد صحيفة الفجر بعد ما نشرت خبر حول زواجه بإحدى الصحفيات بإحدى الصحف، يعني عاملة بديوان بتغطي ديوان رئاسة الجمهورية. ودكتور ياسر كان قال قبل كده أنه هو لن يقاضي، أو أنه هو يعني على التويتر بتاعه قال أنه هو لن يعني لن يلجأ للقضاء، لكن واضح ان هو لجأ للقضاء. ربما يكون معنا بعد قليل المحامي بتاعه عشان نعرف منه تفاصيل هذا الخبر وتفاصيل البلاغ اللي تقدم به للنائب العام. طيب، حد ما يكون معنا الأستاذ إبراهيم بكري المحامي. نيفين، يعني المادة 68 اللي بنتكلم عليها كلنا، اللي هي فيها المساواة، المادة دي رفعت، المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة، إيه اللي ممكن يكون خطر في هذه المادة؟ هو أولاً أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن أحد مخاطر المادة دي إنها طبعاً بترجع المساواة احتكاماً للأحكام، علماً إن الدستور كله ماشي في وتيرة المبادئ. يعني احنا بتحكمنا المادة الثانية بتاعت سيبك من 220 دي عليها خناقة اللي هي بتفسر ما المقصود بالمبادئ. فلما يبقى الدستور كله بتحكمه فكرة المبادئ اللي ارتضى بها المجتمع حسب تفسير المحكمة الدستورية، خلاص، ويجي عند جزئية المرأة والرجل ويقول لك أحكام، إذا هناك إشكالية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن هذه المادة كانت موجودة في دستور 71، وعادة لما بنتكلم عليها كان يتقال ما أنتم كنتم محكومين بها في 71. بس الحقيقه كان دستور 71 كله على بعضه معطل، يعني يفعل حينما يشاء تشاء الاراده السياسيه، لكن ما هوش قاعده في تفعيل 71. ومش كده وبس، وده اللي لازم نرصده تاريخيا يا استاذ لميس، ان الحركه النسائيه او المنظمات النسائيه اللي التجأت للقضاء، يعني مثلا حاله تولي النساء منصب القضاء في مجلس الدوله لما اترفض ان هو ما يعني يقبلوا البنات الكافؤات اللي انتظمت طبقت عليهم الشروط، ساعتها هم قالوا ان قانون مجلس الدولة بيقول ان يتم تعيين الرجل كقاضي، وبالتالي احنا القانون بتاعنا بيتكلم عن الرجالة، وراحوا بيه للمحكمة الدستورية لو حضرتك تتذكري. وحينها انتصرت المحكمة الدستورية لفكرة انها مش هتعلق على الموضوع، لكن هي هتستند للمادة 40 في الدستور 71 اللي هي المادة المطلقة بتاعت المساواة، اللي هي ما تعادل مادة 31. دي جزء من الموضوع، ان احنا دايما كنا بنستند على مادة المساواة المطلقة اللي هي كانت مادة المساواة في مادة 41 اللي هي 31. دي ايه اللي يقلقنا في جملة فيما لا يخالف احكام الشريعة؟ انت عندك احكام الشريعة دي في اختلاف فقهي شديد جدا في تفسير كلمة فكرة الاحكام يا استاذة لميس. يعني مثلا مسألة زي الولاية، خلاص، الولاية للمرأة، انت موضوع القضاء ده كنا سمعنا فيه كلام شديد السخف حوالين مثلا لا يجوز لك الولاية لانك انت غير منتظمه عاطفيا وغير متعقله طول فتره الشهر. عندك ناس ممكن تقول لك ان حتى ليس لك ولايه في موضوع تعليم في مسائل التعليم وغيره، رغم ان احنا مثلا بنعلم عيالنا في المدارس ان الام مدرسه، يعني ومع ذلك شايفين ان في مشكله. لغايه دلوقتي قانون الاحوال الشخصيه عليه مشكله في الولايه التعليميه للام على الابناء، وممكن جدا يجي الاب يسحب العيال من المدارس ويوديهم لمدارس ثانيه. يعني في اشكاليه. بلد زي السعودية عندها مشكلة ان المرأة تقود سيارة، مين اللي هيحتكم ساعتها للأحكام؟ هناك قلق على الجانب الآخر ان هذه الاتفاقات الدولية اللي مصر موقعة عليها انما هي تأتي بأفكار غربية وجاية بموافقة على زواج المثليين وأفكار لا تلائم مجتمعنا. هل الوثائق دي، الاتفاقات اللي مصر موقعة عليها فيها هذه الأفكار؟ يعني مبدئيا زواج المسلمين مش مذكور في الاتفاقية اللي هي معنية بحقوق المرأة، وده مش شيء، يعني انا ما اعرفش اي منظمات بتطالب بالحق ده في الدستور المصري خالص. المبدا اللي احنا بنتكلم عليه مبدا المساواه، يعني احنا المفروض ما نكونش اصلا بنتكلم على الاتفاقيات الدوليه، يعني مش لازم نستند الى الاتفاقيات الدوليه عشان نعترف ان المراه المصريه مفروض يبقى فيها اعتراف واحترام لمساواتها مع الرجل المصري وبالذات بعد الثوره. ولكن لان الاتفاقيات الدوليه بتحاول تكرس مبدا المساواه القانوني، المساواه امام القانون وعدم التمييز، فهنا مضطرين دلوقتي ان احنا نستند للاتفاق الدولي. هقطع حضرتك هنا دقائق، ومعي الهاتف الاستاذ ابراهيم بكري محامي الدكتور ياسر علي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير استاذ لميس، اهلا بك. لو تقول لي تفاصيل البلاغ اللي تقدمته به ضد جريده الفجر. احنا تقدمنا بالامس يا فندم اولا ببلاغ للسيد الانتشار النائب العام،
برقم 4187 بلغات النائب العام ضد الأستاذ عادل حمودة ومحرر الخبر الأستاذ محمد الباز والصحفية الأستاذة أنا مش عارف اسمها الأستاذة عبير. تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد كل ما ورد بجريدة الفجر لا أصل له جملة وتفصيلا كاذب كاذب كاذب. طلبنا تحقيق هذه الواقعة وطلبنا تعويض للدكتور ياسر علي 10 مليون جنيه. واسمحي لي أقول لأن أنا سمعت من قليل أن هناك دعوة قد أقيمت اليوم رقمها اعتقد المحامي سمير صبري باسم الصحفية لإثبات الزواج والحصول على وثيقة الزواج كمعرفة. أنا بس عايز أشير لحاجة يا أستاذة لميس، أنها في حديثها الكاذب في جريدة الفجر يوم الخميس اللي فات ادعت أن الزواج حصل في 12/10. في الصحيفة اللي أنا لسه شايفها دلوقتي على أحد المواقع الإلكترونية قالت أنها متجوزة في 12/8. قالت كمان انها متجوزه كما قالت في جريده الفجر من الاستاذ او من الدكتور ياسر علي محمد اللي انا مش عارفه، يعني ياسر علي محمد انا ما اعرفوش، احنا نعرف كلنا دكتور ياسر علي السيد، ما نعرفش حد بالاسم ده خالص. اللي انا عايز اقوله واكد عليه للكافه ان لم يكن في يوم من الايام ثمت علاقه بين الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئيس الجمهوريه واي شخصيه اخرى. يعني هذا الزواج غير موجود، لم يتزوج يا فندم، بل انا من خلال برنامجي بتحدى ان تقدم ورقه او مستند او شاهد واحد يؤكد صحه هذه الواقعه، كلها اكاذيب مسلسله وممنهجه بغرض اغتيال هذه الشخصيه معنويا. ويمكن ده واضح يا فندم، من 10 ايام كان قدم بلاغ مش خايف على حضرتك للنائب العام بدعم ان الدكتور ياسر علي قام بتعذيب المتظاهرين في احداث وحفظ البلاغ النهارده وحفظ البلاغ زي ما كنتش عارفه. اذا الامر في منهاج معين وراء اشخاص معينين بغرض تلويث سمعه الدكتور ياسر والمساس بهذه السمعه دون النظر. ليه تاخرتوا يا استاذ ابراهيم؟ يعني كان الدكتور ياسر اعتقد قال على تويتر ان هو لن يقاضي او لن يعني حسبي الله ونعم الوكيل او كان له، انا مش فاكره بالظبط الجمله، ليه دلوقتي قررت؟ حصل يا فندم، حصل امتى؟ حصل في ظرف متعلق بان هناك اشاعات تتردد في كان في احد البرامج يوم الاربع اللي فات اتكلم عن هذا الموضوع، علق بعدها الدكتور ياسر انه لن يعلق هذا على هذه الامور باعتبارها تروهات وتفاهات. فوجئنا يوم الخميس بجريده الفجر، يوم الاحد بجريده صوت الامه، امبارح لما تقدمنا ببلاغ، وجئنا النهارده بان هناك من يدعي بانه قد اقام دعوه دون مستندات ودون اوراق بزعم انه سيتقدم في اول جلسه اللي جت بتاريخ لاحق بعد تقديم البلاغ. ولو تشوف حضرتك انها محدد لها جلسه بعد شهرين، يعني شهرين ليه؟ عشان اثناء هذه التحقيقات نيجي نقول امام القضاء والله ده في وقعه متقدمه للقضاء واحنا عايزين نستنى الفط في هذا القضاء. طيب. لكن هيهات هذا الكلام مكذوب جملة وتفصيل. طب أرجو أن تبقى معي أستاذ إبراهيم، يعني لحق الرد معي على الهاتف أستاذ محمد الباز كاتب الخبر والصحفي بجريدة الفجر. أستاذ محمد، ردك إيه على ما يقول أستاذ إبراهيم من أن موكله يقول أن الخبر كاذب جملة وتفصيلا؟ لميس ازيك، انا بس المحامي اسمه ايه؟ الاستاذ ابراهيم بكري. الاستاذ ابراهيم بكري. الاستاذ ابراهيم بكري. انا بس اللي انا سمعته الطرف الحديث اللي انا سمعته وانا قدام صيغه معتاده من محامي تم توكيله عن الدكتور ياسر، فهو بيدفع يعني جمله ان ما نشر اكاذيب وبياتي ببعض التفاصيل المتهافته جدا ويترك الموضوع الاساسي، يعني انه هو بيقول انه في ناس قدمت دعوه اليوم تم تقديم دعوه تقدم بها الدكتور سمير صبري بناء على توكيل من الزميله عبير عبد المجيد. وبستغرب جدا ان الاستاذ المحامي بيقول مش فاكر اسمها، يعني المفروض ان هو قدم بلاغ امبارح ضدها والنهارده مش فاكر اسمها. طيب يعني مش هذه المشكله، هذا البلاغ احنا هنا قدام واقعه فيها تفاصيل كتيره جدا. هو بيقول انا اتحدى ان هي تقدم ورقه جواز، اذا كان هي يا استاذ الفاضل الاستاذ المحامي الدافع وراء رفع هذه الدعوه هو تمكينها من ورقه الجواز والطلاق لانها تزوجت لمده 3 ايام ولم تتمكن من الحصول على ورقه الزواج. وانا اذكر انه الاستاذ ابراهيم
انه المحاميه دفعت، الصحفيه دفعت في الدعوى ان العقد عقد في مكتبه هو شخصيا وانه شهد على هذا العقد. فالصحفيه لديها، احنا بالنسبه لنا دلوقتي يا استاذ لميس عايز بس انبهه لحاجه لان هو اختصمنا قضائيا، احنا اصبحنا طرف خارج هذه القضيه. الجزء الذي خصنا فيها هو ان احنا نشرنا الموضوع. هناك الان قضيه امام محكمه الاسره، حددت لها الجهه القضائيه، انا بقول لك وحددوا لها بعد شهرين وكان احنا اللي حددنا، حددت لها جلسه في 17 يناير، والان الدكتور ياسر او المحامي بتاعه يروحوا المحكمه يقدموا الادله بتاعتهم. لكن الصحفيه تقدم الادله بتاعتها. لكن انت واثق من الخطا؟ لكن انا زي ما قلت من في مداخله سابقه، احنا يعني توثقنا من الموضوع الذي نشرناه، نحن نعرف نتعامل مع من، مع شخصيه، احنا قدام شخصيه في النهايه واجهه لمؤسسه الرئاسه، وقرانا من خلال التفاصيل التي حدثت ان هناك استغلال لمنصبه. انا لا يشغلني اذا كان الدكتور ياسر عالي يتزوج سرا او لا يتزوج، هذه حياته الشخصيه وليس لي اي اعتراض عليها، وليس لدي اعتراض على ان بس انت واثق من قصتك؟ من لا، والا ما اقدمنا على النشر، والا ما اقدمنا على النشر. استاذ ابراهيم جدا ببساطه، بس هكمل يا فندم. اتفضل. ببساطه شديده جدا المحامي لابد ان يعرف ان هناك تفاصيل لابد ان يرد عليها، لكن استخدام فكره استعراض القوه ان الموضوع كاذب كاذب كاذب، ده كلام يتباع للراي العام مش متابع الموضوع كويس او مش عارف التفاصيل كويس. احنا قدام 48 رساله على محمول الصحفيه، هناك رسائل خاصه جدا تعبر يعني عن قوه العلاقه العاطفيه بينهم، مش عايزين نخش في التفاصيل. لا انا مش هدخل فيها، ورسائل اخرى بمواعيد ما بينهم وبين بعض، وفيها رساله نصها ان موعدنا اليوم الساعه 10 في مكتب ابراهيم بمكرم عبيد، اللي هو مكتب الاستاذ، المحامي اللي بيقول انا مش فاكر اسمها ايه. شكرا يا استاذ محمد. استاذ ابراهيم تحب ترد؟ اه لو سمحتي لي يا استاذ. طبعا. هي بس الفكره، واحنا مطالبين نرد على اقوال مرسله، يعني كل ما قيل مستندات مزعومه ان هناك رسائل، لا انا ولا حضرتك ولا المحكمه ولا حد شاف تفريغ لهذه الرسائل. احنا بقول لحضرتك من خلال برنامج للدنيا كلها، انا اتحداهم يقدموا ورقه واحده او مستند واحد. انا لما قلت العقد لم اقل العقد بمفرده، انا قلت يقدموا عقد، يقدموا مستند، يقدموا شاهد. يا فندم هذه استاذه فاضله صحفيه، تفتكري حضرتك لما تتجوز ما يكونش معاها اثنين شهود؟ ما تعرفش اللي جوزها مين، ما تعرفش المأذون. وحضرتك تنفي ان هذا عقد في مكتبك او كنت انت طرف فيه؟ بل هنوضح لحضرتك من ضمن الاكاذيب انها في دعواها المدعومه بتدعي ان انا يشاهد على العقد انا واخي المحامي. انا يا فندم للاسف ماليش اخوات محامي. هذه الاقوال اقوال مرسله كاذبه. انا لما بقول هذا الكلام مش بنفي عشان ما عنديش مستندات، لا، عليك انت انك تقدم مستندات وتقول ان الدليل على صحه هذه الاقوال كذا وكذا وكذا. نعم. حضرتك اعلاميه كبيره، لما طلبتيني وكلمتيني او تفضلتم بالاتصال دلوقتي قلت هسمع وجهه النظر الثانيه. الطعم السلبي مر للواقعه بالاتصال بالدكتور ياسر علي وهو شخصيه عامه ملء السمع والبصر للاستيصال من صحه هذه الاخبار قبل النشر، هذه واحده. النقطه الثانيه، لما هي زوجه وبتدعي انها بتلجا لاثبات العلاقه الزوجيه او واقعه الزواج، تلجا الاول للصحافه للتشهير ولا تقيم الدعوه؟ تنتظر لما احنا نتقدم ببلاغ يا فندم ونقول فيه ان هذه الواقعه مكذوبه وان احنا بنطلب في اوراق رسميه احالتها للطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطب عليها لبيان عذريتها من عدم، وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام لكن هم اضطروني اقول كلام كتير موجود في الورق. احنا امبارح يا فندم وجهنا تسجيل رسمي لجريده للاستاذ المحرر ورئيس التحرير ورئيس مجلس التحرير، وجينا استنكار رسمي بهذا الكلام، قلنا فيه هذا الكلام. طيب. وقلنا في البلاغ ان احنا بنطلب من السيد الاستاذ المشرع للنائب العام التحقيق في هذه الواقعه واحاله الاستاذ صحفيه للطب الشرعي لجان العذريه. طب لا خلاص، اذا كان غير ذلك بيان تاريخ الدخول والاستعمال. خلاص يا استاذ بكري خلاص، انا يعني ارجوك اعفيني من التفاصيل، لا تفاصيل الرسائل ولا تفاصيل الكشف. انا بشكرك استاذ احمد استاذ ابراهيم بكري المحامي، محامي او مستشار الدكتور ياسر علي. بشكرك زميلنا الاستاذ محمد الباز. هخرج فاصل عشان الموضوع كده تقيل عليا قوي، فاصل وارجع.